مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، هاد النهار غادي نتكلموا على أهم النصائح اللي كتم حسن تدبير الماء بنظام سقي بالتنقيط الكوتاكوت الأشجار المثمرة والخضروات. فكيف ما كتعرفوا جميع بأن المحافظة على الماء ولانكري في جناب العروق ديال المغروسات هي الطريقة المزيانة باش نرفعوا من النجاعة ديال حسن تدبير استعمال ماء ونوصلوا الإنتاج عالي وجودة مطلوبة في السوق. فالسقي بالطرق التقليدية بحال الربطة ما صالحاش، كيضيع الماء وكينقص من الجهد ديال لانكري وكيساعد الربيع والأمراض باش تكاثر. هنا نتفقوا جميع باللي الطريقة المزيانة باش نوصلوا لانكري جنب العروق ديال الشجر والخضروات هو نظام السقي بالتنقيط الكوتاكوت أو اللي كيتسمى الري التخصيبي. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فحسن تدبير السقي بالتنقيط كيساعدنا باش اولا نقسم الضياع ديال الماء ونتحكموا في المقدار والوقت ديال الماء السقي، ثانيا نوصلوا الماء ولانكري قرب الجذور ونوفروا من التكلفه ديال الماء. وهنا نذكركم بالحوايج اللي لابد نردوا ليها البال. اولا نعطيو الماء بالكميه الخاصه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ثانيا نقوموا بالصيانه اللازمه ديال المحطات واليات معدات السقي، وثالثا الفتحات ديال الكوتورات يمكن تغلق، هنا ننظفوها ونسرحوها بالمحلول الحمضي. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وباش نتفادوا هذه المشاكل ديال ضياع الماء لازم نستعملوا بعض المعدات اللي كتساعدنا في الزيادة أو النقصان من السقي ونذكروا منها. أولا الأجهزة ديال مراقبة ضغط الماء، وثانيا الآليات ديال ضبط وقياس كمية الماء وقت السقي واللي تساعدنا نحسبوا ونتبعوا المقادير ديال الماء على حساب الاحتياجات ديال الفلاحة طول الموسم. وفي الأخير أخي الفلاح، أختي الفلاحة، أنت اللي حباك الله بنعمة تواجد الماء في ضيعة ديالك، نذكرك بأن النسبة ديال الفلاحة اللي كيستعملوا هاد المعدات والأدوات ديال الضبط وتقنين استعمال الماء بالتنقيط مازال ناقصة، وبأن المستقبل ديال الفلاحة بصفة عامة مرتبط بحسن تدبير الاستعمال ديال الماء، والعلم مازال كيطور العديد من الطرق والأدوات لازم تعرفوا عليها ونستعملوها مزيان، لأن الماء غادي وتيقلال والطلب عليه غادي غير في الزيادة. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.